الحمل. قدرتك على الاستيعاب تنجم تكون كبيرة اليوم، حاول تستفيد من ارتفاع المعنويات وتحسن الأوضاع على قد ما تنجم يا حامل. الثور. حاول تهتم اليوم بمراجعة حسابات والتزاماتك المالية وتتعمق في التفاصيل، نجم تلقى فرص قدامك للدعم المادي يا ثور. الجوزاء. قاعدة تعيش في نهاية الروتيني، حافظ اليوم على علاقاتك مع الزملاء والشركاء وحاول تندمج معهم في الخدمة يا جوزاء. السرطان. ماذا بيك ما تخلي حتى خدمة ناقصة اليوم، وحاول زادة تتجنب انه تتدخل في مواجهات ماهيش مبرة يا سرطان. الأسد. خليك تتحلى بالصبر اليوم الأقصى درجة مع الآخرين، وتتعامل مع أي استفزاز نجم يجيك ببرود، وعبر على رأيك بكل هدوء يا سيد. العذراء. ما تخليش الأمور العائلية تشغلك على التزاماتك والضغوطات والأحداث المتسارعة تستحق منك تركيزك الكلي يا عذراء. الميزان. تنجم تناقش اليوم موضوع مهم ينجم يكون مربك مع شريك حياتك ولا واحد من المقربين، المهم الهدوء وطريقة طرح الموضوع يا ميزان. العقرب. ينجم يكون تقييمك لبرشا أمور من وجهة نظر مادية كهو، حاول تنظر للصورة الأعمق يا عقرب. القوس. تسهل عليك الأمور اليوم ومن خلالها تقدر أنه تعبر على مشاعرك بوضوح وسهولة أكثر، ولكن حاول أنه تختار الوقت المناسب باش تعبر يا قوس. الجدي. نقص شوية من الحساسية الزايدة وخليك على طبيعتك، ماذا بيك تفهم أكثر الكلام اللي يتقال لك وما تحاولش تقوله أكثر يا جدي. الدلو. تعرف تتواصل مع الأحباء والمقربين لليوم حتى لو كان ما كنت صافي من ناحيتهم، وما زالت بعض الأمور عالقة نجمو نتجاوزوها على المستقبل القريب يا دلو. الحوت. فرصة للتعاون مع الزملاء، لهنا عندك أنت المفتاح باش تلتزم بالمواعيد وما تتأخرش عليها يا حوت. هيدا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم إن شاء الله صباحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة.